ومن الجانب المصري في معبر رفح ينضم إلينا الزميل الكريم أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أيمن. نحن نحرص على رأس كل ساعة على الذهاب إليكم كي نحصل على المستجدات. ماذا لديك زميل الكريم؟ نعم محمد، يعني قبل قليل صدر تصريح يعني عن هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة، أكد من خلاله بأن منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية مغلق تماما بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على هذا المنفذ منذ قرابة 3 أيام حتى هذه اللحظة، ولم تنفذ أي من المساعدات الإنسانية خلال 3 أيام الماضية. وجاء هذا التصريح ردا على إحدى الوسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت بعض المقاطع الفيديو لإنفاذ المساعدات من قبل يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولكن جاء الرد سريعا من قبل يعني هيئة المعابر للتأكيد بأن هذا يتنافى مع ما يعني نرصده أو ما يتم يعني أو ما تبثه هذه الوسيلة الإعلامية بالإسرائيل. وهذا من خلال متابعتنا محمد اللحظية وتمركزنا اللحظي في هذه النقطة، لم نرصد أي من المساعدات الإنسانية خلال 3 أيام الماضية تتدفق أو أي من استقبال الجرحى والمصابين في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة عدوانه تجاه الشعب الفلسطيني وإغلاق الدائرة بشكل كامل على يعني قطاع غزة بعدما تم محاصرة المناطق الشمالية في الأيام الماضية. جاء التوسع بشكل كامل في المناطق هنا في مدينة رفح من الجهة الفلسطينية لممارسة كافة أنواع الحصار، وأيضا كما تم الإشارة من يعني مرارا وتكرارا من وزارة الصحة الفلسطينية بالجرم الإسرائيلي الذي يرتكب على مدار الساعة وخلف وراءه أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين. ونتحدث خلال 24 ساعة الماضية، جاء من خلال تصريح صحفي صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية التي أكدت بأن يعني بسبب يعني القذفات الإسرائيلية التي تمارس من قبل المدفعية وغير ذلك من الطائرات التي تقوم بغارات جوية ونرصدها ونسمع أصوات الانفجارات من هذه النقطة تحديدا بوضوح محمد على مدار الساعة، يعني ارتقى 60 شهيدا وأيضا أصيب ما يزيد عن 110 من حالات الإصابة بشكل كبير. وبالتوازي مع ذلك محمد، إلا أن منفذ رفح البري يعني كما نشاهد لازال يفتح الأبواب، لم يغلق ولا لحظة واحدة في ظل هذه التوترات، وأيضا يمارس يعني أو يتأهب لممارسة أي من حالات يعني من استقبال أي من حالات الإصابة التي اعتدنا عليها خلال الأيام الماضية وكنا نرصدها لحظيا وننقلها بالبث والصورة هنا يعني بالصوت والصورة باستقبال الجرحى والمصابين. وهذا يعني ما أكد عليه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن المدنيون يقتلون ويقتلون ويموتون جوعا في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم. فبهذا التصريح يؤكد على أهمية هذا المنفذ البري الذي كان يقدم يوميا المساعدات الإنسانية خلال الأيام الماضية وكان يستقبل الجرحى والمصابين وغير ذلك من المسافرين الذين كانوا يتوافدون يوميا من خلال هذا المنفذ، وتسهل سلطات يعني ميناء رفح البري من الجهة المصرية عبورهم بشكل دؤوب. كل ذلك توقف محمد حينما قام الاحتلال الإسرائيلي ببسط سيطرته بشكل كامل على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية. نتحدث أيضا بالتزامن مع ذلك إلا أن هناك اصطفاف كبير من أعداد الشاحنات لازالت تصطف من هذه النقطة وصولا إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومترا من هذه النقطة تحديدا. لم نشاهد حتى ولا بضعة أمطار إلا بها شاحنات تتكدس وتقف انتظارا للدخول. كنا في الأوقات السابقة نرصد العراقيل، ولكن في هذا التوقيت هو منع كامل لهذه المساعدات، لم نرصد إنفاذ أي من المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين في ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي تم الإشارة إليه من قبل المنظمات الأممية التي يعني أشارت بأن المجاعة قد تفشت بشكل كامل وأن الوضع الإنساني الكارثي يعني الذي يمر به أو الذي يمر به الفلسطينيون في هذا التوقيت هو وضع مؤسف للغاية. الزميل الكريم أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية عند معبر رفح المصري، أشكرك جزيل الشكر.